عندي هذا الرغبة بالقضايا الفنية، وحبي للتراث وحبي للفن وحبي للرسم منذ الصغر. فكان أرسم بالمدرسة يعني رسوم جيدة، لكن نمت عندي الفكرة بمرور الزمن. أشقد ما أتقدم بالعمر تزداد عندي الرغبة تأثرا بالمنطقة الذي أعيش بها والبيئة الذي أعيش بها، منطقة الميدان والموصل القديمة والتراث القديم، البناء القديم، المحلات القديمة، الكنائس، البيوت اللي مبنية على الطراز القديم من المرمر والرخام المصلاوي، الرهارة اللي جوا البيوت اللي تسكن في الصيف وهي باردة ثلج، والإيوانات القديمة، النقوش على الجدران كانت موجودة في بعض البيوت. فهذه أثرت بي، عندي الرغبة وعندي الحب الكبير للمنطقة اللي أعيش بها وللتراث وللفن. فكان تنمو عندي، تزيد عندي الرغبة ونمت عندي. أنا كنت أشتغل بس كان ما متفرغ يعني لها، يعني كنت بالعمل. بالثمانينات كان عندي صديق نجار، أذهب عنده وأقف يعني أطلع على بعض الأشغال. صارت عندي أربع فضلات الخشب اللي عنده، بديت أشتغل بها أنا على الدزقة، هو طبعا أمون علينا. فبديت بأشخاص أشياء بسيطة اللي هي الفاكهة، نماذج من الفاكهة، الخضروات تنتج بالموصل. ونمت عندي الفكرة أكثر، فبدأت أشتغل بالشناشيل والبيوت القديمة، البيوت المصلاوية القديمة. عندي واس بالعمل، هو أهم شيء الرغبة، وحب الحب لذلك الشيء، والرغبة هو اللي يدفعك أن تعمل وتجيد العمل. فاش قدر ما كنت أنتج أزيد عندي الرغبة، ما كنت أعجز، لأن هذا يحتاج صبر وإلى وقت كبير وإلى دقة في العمل وإلى صبر. فكان عندي هذا الشيء، حبي لهذا الشيء يدفعني أكثر. أتعب مرات، مثلا شيب شلبيلي أعيده مرة مرتين ثلاثة ما أعجز، إلى أن أنتج الفكرة اللي ببالي. هذا يبدأ كلش بديل. أجي مع جدي أعاونه وأعطينه غراض، أدحق علينا شلون يشتغل، لأن هاي الشغلة تراثية يعني، ونحاول نتوارثها عنه كونه جدي، نحاول نتوارثها عنه لأن شغلة تخص البلد، تخص الموصل، المناطق القديمة مال الموصل. ولو هي شغلة يعني صعبة، تحتاج صبر، تحتاج واحد يعني يصبر على 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 الشغل، على الشغله هاي، لان دقيقه كلش دقيقه، والزخرفات مال البيت القديم كلها يشتغلها. فحاول انا اعاونه وانطينه الغراض، ادحق علينا شلون يشتغلها. والله اول شيء اذا تبدي تشتغل باي، اهم شيء الصبر، لان نفس ما قال لك بيوت يطول بيها اشهر كثيره يعني.